من يومين كده كنت يعني بفتح الفيسبوك عندي، فلقيت على التايم لاين جروب كده طالع لي في على الصفحه، ففي شويه ناس زي الفل كده وكلهم ستات الحقيقه عشان بس اكون يعني واضحه مع حضراتكم. فلاقي حد باعت يقول انا اصلا خريجه كليه صيدله ولكن سبت المجال ده وبدات اشتغل في الكروشيه، حد بيشتغل في القانون وعامل ماجستير فيه وقررت ان هي تفتح مرسم ليها، حد معاه ماجستير في النقد الفني وقررت ان هي تعمل عرايس بالكروشيه. فالحقيقه الجروب نفسه بصراحه استوقفني انا، قلت ايه ده يعني، فدخلت عليه كده وعملت لي دعوة أن أنا أكون فيه عشان أشوف النماذج المحترمة دي. وبصراحة قررت بقى أن أنا أسمع بعض الحكايات، ففريق الإعداد مشكور تواصل مع صاحبة الجروب بقى، يعني صاحبة زي ما بنقول كده المبادرة الجميلة دي، وعايزين نسمع منها أكتر فكرة الجروب. الجروب اسمه شي هاب، هي هو يعني متخصص للسيدات فقط، لكن الفكرة نفسها فكرة إيجابية جداً. عشان كده بنرحب معانا بالاستاذه منى الكومي صاحبه جروب شي هاب، وكمان الاستاذه فاطمه محمد مؤسسه صفحه كروشيه كافيه، وكانت موجوده برضو على الجروب وكان ليها كده بوست يعني كان فيه لايكات يعني الوفات من اللايكات على شغلها الرائع. استاذه منى انا برحب بيكي، اسمحي لي طبعا يعني ان انا ابدا معاكي الحوار لان انت صاحبه الفكره وصاحبه الجروب، وعايزة أسمع بقى أنت أصلا يعني مجالك إيه وقررتي أن أنت تعملي مثلا كارير شيفت، فبالتالي اتحمستي للقصة دي ولا إيه بالظبط؟ لا خالص، أنا خريجة نظم المعلومات، أنا أم ما بشتغلش. فكرة الجروب أن احنا بنشوف الناس الناجحة من بعيد، ما نعرفش إيه القصة من وراء النجاح بتاعهم. النجاح ده يعني هم بدأوا يعملوا الحاجات اللي بيحبوها ومبسوطين فيها. القصص دي احنا بنجيب الناس الناجحه دي ونسالهم انتوا بداتوا ازاي وامتى وتعلمتوا فين. القصص بتاعتهم دي بتساعد ناس كتير اللي عندهم مثلا تالنتس او عندهم افكار موهبة. او مواهب ومش عارفين يستغلوها او يحولوها لحاجه مفيده في حياتهم او كمان تجيب لهم دخل في حياتهم. القصص الملهمة دي بتساعد بنات كتير ان هي تاخد افكار، يعني بتساعدهم. الفكرة جات لي من سنتين، كنت انا خلاص ولادي دخلوا المدرسة ولقيت لنفسي وقت كبير فاضية لما ولادي بيبقوا في المدرسة. بدأت ادور على شغل زي بنات سيدات كتير. للأسف الشغل في مصر معظمه كتير منه ما بيناسبش الأمهات، بيبقى ساعات العمل كتير وانا كأم يعني مش هينفع بالنسبه لي. بدأت ادور على المواهب بتاعتي اللي انا ممكن استغلها من البيت واعمل بينها حاجات كويسه. ما لقيتش موهبه ملموسه، يعني ما بعرفش ارسم، ما بعرفش اغني، ما بعرفش اعمل الحاجات دي. فبدأت اعمل اختبارات كتير، لقيت ان انا يعني ان انا كويسه في السوشيال كوميونتي او مساعده المجتمع. من وقتها جات لي فكرة الجروب ان انا اوصل الناس الناجحة وبتعمل حاجات بتحبها بالناس اللي عايزة تبدأ تدور على شغفها وتدور على الحاجات اللي هي شاطرة ومتميزة فيها وتستغلها. طيب انا كمان هرجع لك في موضوع بقى يعني الفيدباك بتاع الجروب بشكل اكبر، انت كنت متوقعة النجاح ده ولا لا ولا ايه بالظبط؟ بس عايزة برضو اسمع قصة يعني استاذة فاطمة، طبعا انا برحب بيكي مرة تانية، وعايزة اعرف بقى يعني انت اصلا درستي ايه وايه اللي خلاكي تروحي للكروشيه والحدوته؟ يعني هو انا المفروض ان انا دكتوره صيدلانيه، هي جت بالصدفه جدا. يعني انا من زمان وانا بحب الحاجات الهاند ميد والحاجات اللي هي بتشتغليها بالايد دي. بعدين جت بالصدفه ان انا لقيت كورس عن فن جديد اسمه العرايس بالكروشيه، اللي هو فن اسمه الاميجرومي. احنا بنتابع صور للحاجات اللي انت عاملاها الاميجرومي. في الاول انا اخذت الكورس ده، وبعدين بدأت أطور شوية، بدأت أشوف فيديوز على اليوتيوب، أجيب الباترونات بتاعت شخصيات مثلا كرتونية وكده. فضلت فترة مش بشتغل غير مثلا لأطفال العيلة، للناس اللي أنا أعرفهم، ما كانتش يعني كشغلانة ليا قوي. لحد ما في الآخر حد طلب مني أوردر، إن هو كان عايز يعمل هدية لحد وطلب مني أوردر عروسة. فجت بقى الفكرة من الموضوع ده، ان ليه بقى ما تبقاش دي اصلا فكره جروب ابدا اعمله
وان بدل ما حد مثلا بيجيب هديه لحد تاني اللي هو بيشتريها وبس، لا هي تكون حاجه معموله مخصوصه ليه. شويه شويه وبدات اطور، اشوف مثلا ازاي تكون العروسه بتتحرك، ازاي مثلا احط سلك جواها، ازاي اعمل عرايس شبه مثلا اطفال صغيرين وكده. بس وبدات ان انت يبقى ليكي مهنه تجاريه من ده. طب والصيدله اخبارها ايه، سبتيها ولا لسه؟ انا شغاله ده مع ده، بس يعني قريبا هيكون هو شغلي كله هو الكروشيه او فن الامجرومي. طيب انا هرجع تاني ليكي استاذه منى، يعني فكره لما انت عملتي الجروب ولقيتي يعني انا لاقيه بعض النماذج المبهره الحقيقه يعني، وقصص يعني تفضلي كده ممكن تتعمل اصلا مسلسلات وافلام، يعني ان ناس كانت بادئه في طريق وبدات ان هي وعامله سنين كتيره فيه قوي، اللي تجاوز 15 سنه و20 والكلام ده كله، فجاه هي قررت ان هي تسيب ده وتكمل في حاجه تانية. انا عايزه اعرف الفيدباك او رجع الصدى اللي انت شفتيه بعد ما عملتي الجروب، كنت متوقعه النجاح ده؟ انا بصراحه ما كنتش متوقعه، بس يعني بجد دي انا انبهرت يعني حقيقي، يعني انا ما كنتش متوقعه خالص ان الاقي ناس كتير عندها مواهب والتالنتس دي والشغف لحاجات بتحبها، حاجات حتى يعني ممكن تكون حاجات بسيطه، حاجات بيعملوها بالورق، حاجات بيعملوها يعني حاجات بسيطه جدا، حاجات وفي منهم كمان اللي بيساعدوا اللي بيحبوا يساعدوا الحيوانات، بيحبوا يساعدوا الناس الكبيرة، يعني حاجات مختلفة، مش كلهم بيعملوا مثلا حاجات هاند ميد، مش كلهم لا يعني في حاجات مختلفة كتير، فأنا ما كنتش متوقعة بصراحة. طيب أنا بكلم برضو في فكرة أستاذة فاطمة، يعني أي حد بيتفرج علينا دلوقتي وقرر مثلا أن هو بعد ما يتعب، خاصة كلية صيدلة دي يعني بينظر ليها في مجتمعنا من الكليات القمة يعني، وقعد بقى سنين دراسة ومصاريف وبتاع، وفي الآخر مثلا بيت عندك، يعني انت يا بنتي سبتي كل المصاريف اللي احنا دفعناها دي وتعبنا معاكي في الطريق، وفجأة هتشتغلي في الكروشيه. أكيد تقبل المجتمع أو نظرة المجتمع ليكي أكيد كان فيها نوع من أنواع الملامة، واجهتيها ازاي؟ يمكن ده كان من ناس ما يعرفونيش، يعني من الناس اللي هم اللي بره، لكن انا يمكن من الناس المحظوظه اللي كان اهلي بيساندوني، اللي هو طالما انت مش مبسوطه في المجال اللي انت شغاله فيه، المشكله ان انت يعني تحولي شغلك لمجال تاني هتبقى مبسوطه اكتر فيه. فلا يعني انا بقول لاي حد، لا طالما انت مش مبسوط في المجال اللي انت شغاله، لا اتس نيفر تو ليت ان انت تبدا، مش متاخر يعني، يعني مش متاخر ان انت تبدا مجال تاني جديد، خصوصا لو انت بتحبه، لو انت بتحبه فعلا يعني هتبدع فيه، هتبدا تعمل حاجات انت بتحبها. طيب اكيد في ناس كتيره بتتفرج علينا وبتقول طيب هل الموضوع بيقتصر في الجروب يعني ان هم بيعرضوا صورهم بس، ولا في ناس فعلا اشتغلت اكتر من الجروب وبدا يكون ليهم منافع حتى ماديه من خلال التسويق ليهم في الجروب بتاع شي هاب؟ لا اكيد طبعا بيجي لهم طبعا عملاء جديد، وبي يعني شغلهم بيشوفوا عدد كبير من البنات والسيدات، وانا يعني شخصيا ناس بتكلمني بيقولوا لي احنا يعني الجروب فادنا كتير في شغلنا واحنا متشكرين. احكي لي بقى يعني ايه مثلا، انا محتاجه اسمع منك يعني النماذج والحكايات اللي انت استقبلتيها. بصي انا مثلا ما كنتش بثق خالص في المنتج المصري حقيقي، يعني كنا كلنا بنفضل الحاجات المستورده وواثقين فيها يعني من بعيد، بس لما اتحطيت في الموقف وبدات اتعامل مع البنات والسيدات بجد الحاجات بتاعتهم الكواليتي بتاعتها هايله جدا، الحاجات معموله فعلا بحب وشغف، يعني بقيت باخد الحاجات واقول لهم يا جماعه انتوا لازم تشتروا منهم، لان فعلا الحاجات بتاعتهم الكواليتي بتاعتها هايله، يعني عمرنا ما هنلاقي حاجات بالكواليتي دي والاسعار دي. طبعا يعني انا بشجع اي حد يشتري من السيدات والبنات اللي بيعملوا حاجات حتى بسيطه في البيت، انا كنت حاولت اجيب معايا حاجات اوريها لكم عشان اثبت لكم فعلا ان الكواليتي بتاعت الشغل اللي البنات بيعملوه السيدات بيعملوه هايله، ويستحق ان انتوا تجربوا وتشتروا منهم يعني وتشجعوهم. بس يعني هم قالوا لي ان هم هيعرضوا صور حاجات. طبعا احنا يعني بصي الاثباتات دايما يمكن الفتره الاخيره، ودي من مميزات السوشيال ميديا الحقيقه، ان اي حد فينا مر بتجربه التعامل المباشر مع ناس بتشتغل شغل يدوي
ولقيت ان التجربه ناجحه جدا. يعني فلوسك اللي انت بتدفعها انت ما بتخسرهاش خالص، بالعكس ده انت كمان بتكون كسبان، وفدت كمان اللي عمل ده وشجعته وحسسته بايجابيته في المجتمع او في المجال اللي هو عايز يمتهنه بعد كده. فده طبعا يعني انا متفقه معاكي في الراي ده. واستاذه فاطمه برضو انت ايه طموحك في الفتره اللي جايه؟ يعني هل شايفه ان السوشيال ميديا اتاحت ليك الفرصه؟ يعني خلينا مثلا كده لو قلنا ان مفيش مواقع تواصل اجتماعي كانت الدنيا هتتصرفي ازاي؟ يعني ما كانتش هتساعدك؟ لا، هو السوشيال ميديا طبعا طبعا ساعدني كتير. يعني انا حاولت ان انا اوصل لناس كتيره قبل فكره اني اعمل الجروب، قبل مثلا الجروبز زي شي هاب ده او جروبز تانية كان التواصل للناس كان صعب شويه، لكن بعد كده السوشيال ميديا يعني سهلت الموضوع ده جدا. هو الجروب بقاله قد ايه؟ سنتين. بقاله سنتين. بس ليه يعني الفتره الاخيره يعني فرق كتير قوي؟ حقيقي الناس لقيت ان هي بتستفيد من الجروب، فبداوا يعني كل حد لقى نفسه ان هو استفاد فيدخل صحابه عشان يستفادوا برضو. هي منفعه عامه، اللي بيعرض حاجته مستفيد، واللي بيتفرج بياخد افكار وبيعرف الدنيا ماشيه ازاي وممكن يعمل ايه. هو على الفيسبوك بس؟ هو على الفيسبوك مش على الانستجرام او حاجه؟ لا لا. تمام. انا كنت كمان شايفه ان كان في اطفال يعني كانوا بيعرضوا، كان في اطفال صغيره عامله فعلا حاجات رسومات وكروشيه والكلام ده، كان التعامل معاهم برضو بيبقى ازاي؟ كلنا بنشجعهم طبعا، كلنا بنلاقي مثلا كومنتس ولايكس بالالوفات بتشجعهم، يعني احنا بننبهر بيهم فعلا. طيب برضو انا محتاجه يعني اسمع منك كتجربه، لان في ناس كتيره قوي بتبقى عندها الموهبه بس فعلا بيستخسروا دراستهم والصعوبات اللي هم شافوها في حياتهم. يعني اكيد انت برضو مريتي بتجارب عمليه صعبه جدا، وخاصة في مجال زي مجال الصيدلة. لو نفترض ان انت زهقتي برضو من الكروشيه في لحظة من اللحظات، هتدوري على حاجة تانية ولا خلاص كده انت تعبتي بقى فمش عايزة تجربي كل شوية في حياتك ولا ايه؟ لا، انا مقتنعة ان دايما البني ادم يعني طول ما هو موجود، طول ما هو عايش، هو هيفضل يدور لحد ما يلاقي الحاجة اللي هو فعلا يعني هيبقى مبسوط وهو بيعملها. انا بالنسبة لي متهيألي مش هسيب الكروشيه، لاني خلاص يعني حاسة ان انا لقيت، انا عملت حاجات هاند ميد قبل كده، جربت مثلا ارسم كاريكاتير حاجات من كده، بس خلاص لما وصلت للكروشيه حسيت لا خلاص هو ده اللي انا عايزه، اللي انا عايزاه. كمان مؤخرا بدات بالعرايس الكروشيه، بدات مثلا اعمل يعني اعمل عرايس بتوصل مسج للناس، زي مثلا عرايس كنت عاملاها لمرضى البخاق. انا بعمل كامبين، يعني اورجانيزيشن بتعمل كامبين، فهم قالوا لي ان هم عايزين عرايس لمرضى البهوك، احنا بنعمل اللي هم عرايس شبههم بالظبط عشان التنمر. ايوه، عشان التنمر اللي هو لا عادي، طب ما في عرايس اهي شبهكم. كنت عامله برضو عروسه من غير شعر للاطفال، لمرضى السرطان اللي هم الاطفال، اللي هو يعني ما فيش مشكله انت ممكن شعرك يقع بس انت لسه جميله وحلوه زي ما انت. بس طيب انا برضو محتاجه يعني اسمع من استاذه منى الفكرة دي، لو احنا يعني حابين ان احنا نكبرها اكتر، شايفة مثلا ايه طموحاتك فيها، او مثلا ايه اللي ناقصها عشان تتساعد اكتر، ولا هم الناس مساعدين بعضهم على السوشيال ميديا وخلاص، ولا ايه بالظبط؟ هم اكيد عايزين يوصلوا لاماكن اكتر. انا يعني ليه ما نصدرش حاجة؟ نصدر طبعا. حاجتهم فعلا تستاهل التصدير، يعني الكواليتي انا قلت لك هايلة. ليه ما فيش مؤسسه تدعم المشروعات دي وتصدر تصدر الاعمال دي بره؟ انا يعني انا دلوقتي بفكر في ان هي الجروب بيبدا يعني يبدا ياخد نيكست ستيب، يبقى اوف لاين، ننزل معارض، يعني يبدا يقابل مستويات تانية، يروح المجتمع بقى الواقعي اكتر. بالظبط، ما يبقاش بس جاست كوميونتي على الفيسبوك، لا نبدا نتواصل. وفي ناس كتيرة بتعمل كده اكيد، وفي اماكن كتيرة في مصر عادي بتأجر يعني الساحات معينة للترويج والتسويق للسلع دي، صح كده؟ اكيد صح. يعني انت خطبتي ناس من الناس اللي هم باعتين شغلهم على الجروب، ولا لسه انت بتفكري بس في الخطوة؟ يعني انا بفكر في الخطوة. لسه ما خدتهاش. طيب محتاجة برضو أعرف، أنت قلتي جملة مهمة قوي،
قلتي ان انا خلاص قريب قوي هسيب الصيدله خالص واركز في الكروشيه، ده ليه؟ عشان خلاص انا حاجه لقيتها انا مبسوطه بيها فهديها كل مجهودي. انت مبسوطه بيها ولا خلينا نتكلم بصراحه بقى يعني بعقليه اي حد ممكن يتفرج عليها، ولا هي عشان بتكسب اكتر؟ في ناس ممكن تحسبها كده. لا لو الحاجه بتكسب اكتر وانت مش مبسوطه بيها لا يعني مش هتبص لها كده، هي فيها الاثنين. فانا بالنسبه لي هي حاجه انا بحبها وفي نفس الوقت هي بتجيب لي دخل كويس. بس فعايزه ان طاقتي كلها تبقى ليها. بغض النظر انا كنت بشتغل ايه. مثلا ان اصل الحاجات اللي احنا بنحبها دي دايما بتبقى ضريبتها ان احنا لو حالتنا المزاجيه مش متظبطه فبتلاقينا ان احنا بننعزل عن الحاجه اللي بنحبها دي. لكن لما بتكوني مقيده في وظيفه فانت مجبره ان انت في كل يوم ان انت تيجي وتعملي وتشتغلي والكلام ده كله، فده ممكن ياثر على وضعك المادي مثلا، ان انت مش في كل الحالات المزاجيه اللي انت بتكوني مبسوطه فيها بتعملي منتج كويس في الكروشيه. الكلام ده بتواجهيه ازاي؟ لا انا حاسه اصلا الباشن بتاعك يعني ان انت بتبداي في الاول خالص هو مجرد خيط، وانت حاطه تصور للعروسه هتبقى ازاي، ده بيديكي يعني دفعه ان انت تخلصي الحاجه. حتى لو مزاجك مثلا زي مثلا يعني مزاجك مش رايق دلوقتي، بس هي حاجه انت بتخرجي فيها طاقتك حتى لو انت متضايقه. يعني حتى لو انت متضايقه انت بتخرجي طاقتك ان الخيط ده شويه وهيبقى عروسه. فانت يعني عايزه خلاص تشوف العروسه دي هتطلع عامله ازاي. فبحس لا حتى وانت مزاجك مش رايق لا انت هي حاجه بتخليكي مبسوطه. العروسه بتاخد منك قد ايه وقت؟ على حسب تفاصيلها. يعني مثلا العروسه اللي هي فيها مرض البهاق، هي دي كانت ميداليات بعمل ميداليه في يوم واحد. الميداليه في يوم واحد؟ طب لو عروسه مثلا كبيره؟ عروسه كبيره ممكن مثلا تاخد 4-5 ايام. دي سرعه كمان. يعني ما شاء الله. بس بتكوني مركزه في الاول فيها بس. في الاول بتاخد وقت يعني. انا اول ما بدات كنت باخد وقت طبعا اكتر من كده، بس دلوقتي لا. انت بترسمي الاول العروسه؟ لا هي ليها حاجه اسمها باترون انت بتمشي عليها اللي هي طريقه الشغل. بعد فتره انت بتبداي بقى تعرفي مثلا تشوفي شكل العروسه وتعرفي انت هتبداي تشتغليها ازاي من غير باترون. فبس انت بتبداي تشتغلي. انت اتعلمتي فين الكروشيه يعني الاحتراف يعني؟ لا انا اخدت كورس وبعد كده بقى بدات اعلم نفسي بنفسي. بدات على يوتيوب وبنترست والحاجات دي كلها، بدات اشوف باترونات وحاجات ازاي ممكن اشتغلها وابدا اعلم نفسي. طيب في ناس ممكن تقول لك اصل دلوقتي ما بقاش في اقبال على الكروشيه قوي، وحتى ما بيكون في الاقبال بيبقى سيزون معين او موسم معين اللي هو موسم الشتاء، لكن بعد كده ما بيحصلش فيه اقبال والكلام ده كله. لا إيه؟ بالعكس، يعني اللي انا بعمله دلوقتي انا بعمل عرايس، الناس ما بتبطلش تجيب هدايا لبعض، فده مش هيبقى ليه سيزون معين. اصلا الناس شايفه ان هي فكره مختلفه، يعني العروسه ان حاجه معموله سبيشال لشخص واحد يعني. غير ان انت تروحي يعني انت كده عملتي مجهود عشان تجيبي هديه لحد، غير ان انت تروحي اي مكان وتجيبي الهديه وتديها له. دي ثقافه متواجده في مجتمعنا على فكره. لقيتها انا كنت فاكره في الاول كنت خايفه ان ما تبقاش ثقافه. بس بعد كده لا، يعني كل واحد بيشوف حاجه انا عاملاها يقول لي طب مثلا شخص معين بيحب الشخصيه دي طب ما تعمليها له. انا عايز مثلا عروسه على شكل البنوته دي. انا بقيت بعمل مثلا عرايس على شكل اطفال معينين بتبقى شبههم فعلا. هي العروسه الكروشيه مش بتطلع في الملامح بس مثلا الشعر لون العيون الستايل او اهم الملامح بتاعتها. طيب أستاذة منى برضو أنا محتاجة أسمع منك في فكرة إيه أكتر الأعمار اللي منتشرة قوي في الجروب؟ يعني لاحظتي طبعا أكيد يعني هتبقى فئة الشباب، بس حتى لو فئة شباب بتلاقيها مثلا من أعمار لإيه؟ يعني الثقافة أو السلوك ده منتشر يعني إن هو يغير الوظيفة في أنهي سن بالظبط عندنا؟ تقريبا فوق الـ30 يعني. فوق الـ30. بتبقى اكتر الناس اللي بتبقى عايزه تغير المجال والوظيفه. ايوه. بتبقى اسبابها ايه تفتكري؟ اكتشفوا مثلا ان مش هو ده اللي بيحبوا يعملوه، لقوا مثلا الحاجات اللي بيحبوها في حاجه تانية. بصي يعني برضو انا عايزه اقول ان ظروف الشغل في مصر للسيدات صعبه. عشان كأمهات او كأمهات فتره الشغل بتبقى طويله جدا، فبيبداوا يدوروا على الحاجات اللي بيحبوها، ولما بيلاقوا الحاجات اللي بيحبوها بيحولوها للشغل. بس فعشان كده هي ايه اكتر المجالات اللي هم بيتوجهوا ليها؟ يعني مثلا استاذه فاطمه الكروشيه،
ايه تاني مجالات تانيه؟ هي عموما الهاند كرافت، كل الحاجات اللي بتتعمل بالايد، يعني اكسسوارات، رسم، كروشيه، ديكوباج، يعني مش عايزه انسى حاجه، بس يعني هي معظمها الحاجات اللي بتتعمل بالهاند كرافت. وكان بيبقى ليها اقبال واسع ليهم كمدخل لرزقهم يعني. بالظبط. بس عايزه اقول ان في ناس لقيت شغل في حاجات تانية كتير. في بنات بتحب الخروج فعملت جروبس للرحلات وبرده بتكسب. في بنات يعني حاجات كتير، انا بس يعني مش متذكره حاجه بالظبط. استاذه منى الكومي صاحبه جروب شي هاب، انا بشكرك شكرا جزيلا. والاستاذه والفنانه يعني والدكتوره كمان فاطمه محمد مؤسسه صفحه كروشيه كافيه، انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي اي عبد الرحمن، الى اللقاء.